السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا إخواني الأعزاء في فيديو جديد من سلسلة المطابخ العصرية. فكما تشاهدون رغم صغر حجم المطبخ استطعنا تنسيق الديكورات. فكما تشاهدون هذا بالنسبة للبيبان ديال اللونية، فرغم صغر المسافة استطعنا نقسمو على ثلاثة ديال البيبان. كما كتلاحظوا البيبان كيتفتحوا بطريقة عصرية. ملاحظة الإخوان بالنسبة للناس اللي عندهم كوزينة شوكة بحال هذه، من أحسن البيبان كيجيو صغار باش ملي كيتفتحوا ما كيتلاقاوش مع بعضياتهم. فهنا المطعة ديال لابابو استطعنا عندنا لهنايا جوج ديال البيبان كما كتلاحظوا كيتفتحوا كيتشدوا. بالنسبة للنوع ديال الخشب، النوع ديال الليتر خشب ممتاز، الداخل ديالو عملنا فيه لاتي ديال النوع ديال الشين، من أحسن في الكوزينات لاتي ديال الشين ولا ديال الطايا كيطلع مزيان، حيت الكوزينة كتستعمل كيكون فيها الفوار وهذا، إذا عملتو طابلة عادية مع المدة كتشق. الطريقة هذه ديال الخدمة هذه الصراحة بما كيبقاو ما كيتفتحو ما والو، واخا كتقدر تجيب واحد المدة طويلة يعني كيبقى عندها. وبالنسبة للكولور ديال الكوزينة فعملنا تقريبا مات حيت من تبغى يناسب شوية ديك الكبسة اللي عندها في السقوف، داكشي اللي شغلنا فيه. المهم اخوان هي الطريقة ديال الخدمة ديالنا، وباقي كاين كوزينات اخرى ان شاء الله يا ربي غادي نعرضو عليكم فيديو سخر ان شاء الله. اللي بغا شي حاجة يتواصل معنا، واللي بغا فيديو جداد يدخل يتسجل معنا ويعملنا لايك. ان شاء الله تلقاو من جديد. صافي صافي كيرجع راسو، نشوف مجا كيرجع راسو. زيد 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 شد ديك البيبان، فتح جوج بيبان وشدو معاك، شدو طلق شد باب اخر على راسو، هاديك اخر على راسو. طبعا شنو ها؟ زيد زيد هب هب زيد كاين زيد كاين هذا صافي، خليه خليه تما ما تلحقناش تما الطير. هل يمكنك ان تكون هناك؟ نعم.
ديك الفيسات اللي فين هذوك نحتاجهم من فوقي فهمتي.